من منكم أعزائي يتذكر فيلم الرومانسية والدراما فيلم دكتور جيفاغو الذي عرض في سنة 1965؟ تدور أحداث الفيلم في روسيا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى. الفيلم من بطولة النجم العالمي عمر الشريف بدور جيفاغو وجولي كريستي بدور حبيبته المتزوجة لارا. تعالوا معنا لنشاهد كيف تغير أبطال فيلم جيفاغو بعد كل هذه السنوات ومن بقي على قيد الحياة. الممثل الأمريكي روت ستايجر هو من مواليد سنة 1925. لعب دور فيكتور كوماروفسكي وهو واحد من النبلاء الروس الفاسدين، يستغل لارا ويحاول منعها من الهروب مع جيفاغو. توفي سنة 2002 بسبب الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي. الممثل المصري العالمي عمر الشريف هو من مواليد سنة 1932. لعب دور يوري جيفاغو الطبيب والشاعر الروسي الذي يقع في حب لارا. توفي سنة 2015 إثر نوبة قلبية حادة، رحمه الله وجعله من أهل الجنة. الممثلة الإنجليزية جيرالدين شابلين هي من مواليد سنة 1944، وهي ابنة الفنان الراحل تشارلي شابلين. لعبت دور تونيا وهي زوجة جيفاغو وابنة أستاذه. الممثلة الإنجليزية جولي كريستي هي من مواليد سنة 1940. لعبت دور الممرضة والناشطة السياسية لارا عشيقة دكتور جيفاغو. الممثل الإنجليزي أليك غينيس هو من مواليد سنة 1914. لعب دور يفرغاف أندرفيتش وهو الأخ الغير الشقيق لجيفاغو، وهو جنرال في الجيش الأحمر. توفي سنة 2000 بعد معاناة من سرطان الكبد. الممثل الإنجليزي رالف ريتشاردسون هو من مواليد سنة 1902. لعب دور ألكسندر غروميكو أستاذ جيفاغو ووالد زوجته تونيا. توفي سنة 1983 إثر سكتة دماغية. الممثلة الإنجليزية ريتا توتشينغهام هي من مواليد سنة 1942. لعبت دور آنا غروميكو زوجة ألكسندر ووالدة تونيا. الممثلة الإيرلندية جيوفان ماكينا هي من مواليد سنة 1922. لعبت دور بافيل بافلوفيتش صديقة جيفاغو وهي التي ساعدته للهروب من موسكو. توفيت سنة 1986 بعد معاناة من سرطان الرئة. Run free and dive into the sky. Hear the